مرحبا بكم حلقة جديدة من برنامج زوم اليوم نهار مبارك سعيد المولد النبوي الشريف إن شاء الله يا رب في هالأيامات هذوما المباركة وبمناسبة المولد النبوي الشريف ربي يحمي تونس وتونس الكل وصحة عسيدتكم الناس الكل إحنا حلقتنا اليوم فيها زوز مهمين وواحد عنده معزه خاصه عندي هو سينور الدين اللي رحب بيه مرحبا بيك سينور الدين أهل مرحبا اهلا مرحبا انا انت تربطني بيك علاقه قديمه برشا الحقيقه خدمنا جميع مع بعضنا وانت معناها من العرس نتاع المسرح في تونس مسرح الارض الى جانب مدام ناجيه الورغي زاد معاك نحيوها بالمناسبه دوك مرحبا بيك في برنامج زوب رحبوا بالمخرج سي انيس عبسي مرحبا بيك سي انيس مرحبا بيك عايشك ومرحبا بك في المتفرجين انا شفتك في مهرجان بانوراما السينما عمناول ولا عمناول ولا عمناول 2020 كنت انت مشارك بفيلم و <applause> <applause> أه، وسنا جيتنا بفيلم واحد اخر جديد هكا ولا لا؟ وي جيتك فيلم بون الفيلم اللي اللي تقابلنا فيه كان فيلم افتتاح في, في مهرجان بانوراما خارج اطار المسابقه يعني رسميا سيتي ان كور ميتاج فيكسيون <applause> دونك اليوم جيت بحذاك ضيفك بفيلم وثائقي شريط وثائقي عنوانه هنا 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 شكون هنا؟ والله شوف أه، هن هما هما انت وامي وجدي وبنتي واختي وشريحة زادة كذلك من المجتمع يعني زادة كذلك اللي يمكن منسين شوية لكن عايشين معنا رأو في البلاد حابين نقولوا لي راه موجودين معنا أنت وسينور الدين تتقاسموا حاجة في الحصة تاع اليوم نظرتكم للمرأة خليتوها تقريبا من نفس الزاوية هو في الفيلم متاعو ريح الفرنان خدم على وضعيه المراه الريفيه وانت زادة في الفيلم هذايا كيف كيف خدمت على وضعيه المراه الريفيه دونك كان ما نطولش على الساده المشاهدين نمشي ونشوفوا فيلم هنا ونواصلوا النقاش ما تبعدوش علينا رجعنا لكم مرة أخرى إن شاء الله الفيلم نال إعجابكم فيلم وثائقي الحقيقة متميز وأنا نحب النوعية هذه الحقيقة من الأفلام اللي تلامس الواقع متاعنا ونشوف فيه المرأة التونسية في حالات أخرى ما منش نشوفوهاش ديما الحقيقة نعود رحب بضيافي الزوز يعني سعب سي انيس عبسي مخرج الفيلم الوثائقي هذية ومعها المسرحي والمخرج الكبير سينور الدين الورغي مرحبا بك سي الدين مرحبا لقيت روحك في عالمك اكيد في جوك أكيد. هذا الفضاء الثقافي الريفي اللي عشت فيه انا اللي فيه واللي م -م. منه خذيت برشا حاجات كل كتاباتي معناها سواء المسرحيه ولا في في التلفزه الوطنيه كانت تنطلق من هذا الوضع الثقافي الريفي اللي يمثل في بلادنا اكثر من 70% من الثقافه الوطنيه <applause> ويبقى دائما وابدا مهمش برغم اللي هو فاعل وفعال فهمتني؟ <applause> والفيلم بين قوسين عجبتني آه، حاجه اول ما يبدا يبدا بايقاع الفاس على الجذوع <applause> وهذا الايقاع هو ايقاع الارض ايقاع الريف فهمتني؟ هذا شيء هام جدا وثم عنصر ثاني معناها استعملوا انيس هو النار نشوفوا الايقاع نتاع الفاس على على الجذع ثم لو فو معناها ان عنصر من عناصر اللي تكون الدنيا فهمتني آه سي انيس قداش عندك من عملتوا الفيلم هذا؟ خمسة سنوات توي 2018 يعني كان فرصة والله يعني برشا فرش في الفيلم الحقيقة <م Exact> <تس> قاعد نتفرج فيه بشغف قاعد نكتشف في برشا حاجات زاد قاعد نرجع في روحي على برشا حاجات صعبة كمتفرج نقول فيلم حلو مش خاطر المخرج فقط حاليا نود روح صدقني بعين المتفرج. <applause> أه أنت شفت ريح الفنانة؟ والله الحقيقة ما شفتوش ريح الفنانة. <applause> لا تونس كاملة شافت؟ يمكن أنا <applause> جات أوقات يظن كل يحطوه لنا لابد مرة ولا اثنين. المسلسل ما؟ لا، آه فيلم. فيلم لا، فيلم وثائقي، فيلم, لا. فيلم ولا تلفزي شاري تلفزي كتبوا سي نور الدين الورغي بطلة نتاعو مدام ناجيه الورغي انا نفسي مثلت هاي. مثلت فيه مثلت في كنا نحكيه شويه قبل في الكوليس يعني حكينا شويه زاد كذلك اه؟ تبدلنا اطراف الحديث يعني وحكينا حكى شويه على ديجا الفيلم على دي علاش لانه هذيك معناها سيتي ريفيرونس معناها في النوعيه هذيك وهيك علاش انا اخترت لك سي الدين انه يرافقك في الحصه هذيه ويكون موجود معنا على خاطر هو جاي ماك العالم هذيك تربى وعاش فيه وخدم عليه معناها نعتذر الدين ما تفرش الفيلم نتاعو اما كوني اليوم تفرجت الفيلم نتاعو شاطر موجود موجود ايه حتى اكيد. على الانترنت تلقاه <applause> معناها موجود حاجه اخرى يعني نتقاسمها انا نور الدين اللي احنا زوزه سي منطقه الشمال الغربي عامل. انا الوالد وكذا كذا كذلك اسيل مالك فاش كنت جاي من نابل انت اليوم اهو انا نابلي الحقيقه آه لا الاصل راتسي ولد راتس مولود في راتس إيه؟ لكن توا عندي الجنسيه في نابل بحكم ساكن قريب 35 سنه نابل تعطي الجنسيه؟ نابل اعطتني الجنسيه هي ما قلتليش شنو علاقتك بال انا عندي الوالد أسيل الشمال الغربي آه يعني جدود من حيط بابا كلهم اصيل منطقه الشمال الغربي ما نبعدوش برشا كذلك زاد على منطقه بني متير يعني ونعتز كوني زاد كذلك حلوة المنطقه هذيك اكيد اكيد حلو انا مشيت صورت فيها ابتهالات فميكا اي آه مزيانه مكان آه. مكان جميل جدا الحقيقه زاد كذلك في واقع مجتمع زاد كذلك مجتمع ما يمكنش انكاره في تونس يعني م -م. ناس حاليا ناس برشا ناس تو مثلا تمشي للشمال الغربي للسياحه لكن راهو الشمال الغربي مش فقط سياح في واقع اخر م -م. نوع من الواقع اللي موجود حاليا اللي شفناه كذلك في الفيلم يعني في الفيلم آه... نتفرجوا في المراه معناتها فيلم آه... شفنا المرأة الصغرى اللي هي الفتاة وشفنا المرأة الناضجة معناها في, في الأم والمرأة الكبيرة اللي هي الجدة وهي الذاكرة خاصة الذاكرة في الفيلم هذا لكن ما شفنا حتى راجل سينور الدين رجال الكل موجودين صور لا فعلي في الفيلم لاهم شفوهم في حالة حركة لا في معناها ديما يخمو معناتها فما كان فيد انا نقول الخزره الفارغه اللي ما تفهمهمش الحقيقه انا كيف سالت نفس سؤالك وقت اللي اول مره مشيت للمنطقه غاديك قبل ما نصور زاد كذلك <applause> على خاطر زاد كذلك اللي شفته هما كانوا رجال العنصر الرجولي غير موجود مش معناتها غير موجود تلقاهم كان في القهوه حقيقه هي رجال الوطن الغا معناها كل ما يخدموش لا مش ما يخدموش كانه تجني لا. معنى انا لاحظت كانه تجني عليهم معناها لا مش هذا ما... اول فيلم راني علي... نعديه على المنطقه هيك انا انا فيلم وثائقي قاعد جوست نوري في واقع واقع اللي انا شفته غاديك يعني اللي 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 شفته مثلا في بنتير وقت اللي مشيت مثلا هو كونه اغلب الرجال صحيح غاديك مش ما يخدموش لكن يخدموا في الكوباني سكو لابيل اللي هي مثلا شركه نتاع الماء <applause> البراج اللي موجود غاديك <applause> دونك شهريا مصور في حيط لكن اغلب الوقت نتاعهم يعدوا في القهوه حقيقة يعني النساء غاديك العنصر النسائي هو اللي يقوم كل شيء سواء كانت راهي ماكلة تطيب يخرج يفلح و... شفت المرأة الكبيرة معناتها كيف كيف كانت تحكي يعني معناتها مرأة تربي في مجتمع كريم العنصر الرجالي موجود فقط هذاك هو المجتمع الرجالي حقيقة يعني كما نقولوا على ب ب ب في في أبهى تجلياته يعني اللي يقوم صباح يمشي الخدمة بعد القهوة يروح ياكل يرقد خدمه انت م... بام. مش م... مش موجوده في الفيلم مش خدمه صحيح مش موجوده في الفيلم هذاك علاش العنصر الرجالي مغيب على الفيلم قد حقيقه اغلب العناصر الفعلية اللي موجوده هذيك في المرحله اللي مشيت لها هما النساء فهمت يعني انت تشوف مرأة مثلا نفهم <applause> انه موضوعك على المراه والفيلم تاعك مسميه هنا أي. دوك تحكي على النساء لكن المراه ما غير راجل رايحه تشي معنى... معناها معناها فما اني كيليبر في 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 حكايه معناها يلزم وكم هاو تشوفوا في المشهد اغوغار فيد ما تفهموش يا سيد هذا بينجم نقول عنده زهايمر هنا أه موجود مش موجود خير راجل سي كوا ظهرتهم في الفيلم ال ال الدوري يمكن متاع المراه أكبر من الدور نتاع الرجل. متفاهمين معاك، أي مركز على سي... النساء. ب... مش ب... مش مشكلة التركيز على سي هذاك الواقع اللي موجود، يعني قلت لك الراجل مثلا فقط، آآ آآ إذا ما هوش... إذا يخدم راهو باش يقوم الصباح باش يمشي كان زرته من الخدمة ولا حاجة ولا كمل الخدمة راهو باش يمشي القهوة يجي ياكل ويرقد، يعني العلاقة نتاعو بال... بالعالية فقط علاقة عمل يجيب له لكن أغلب العمل الباقي كله راهي تقوم به المرأة. خاطر ما تنساش راهو احنا كيف نحكيو مثلا البريود مثلا اللي صورت فيها ولا حتى حاليا موجود في الشمال الغربي وحاليا حتى ما معنا في في المدينه يعني الشهريه بركه ما عادش تجيب ما تنجمش راهو تعمل بها عائله ما تنجمش مثلا تعيش بها عائله دونك اش تعمل؟ تتلازم دو بارتنير يكونوا هما اللي يخدموا دونك لهنا المراه بالاضافه الى العمل الاعمال المنزليه اللي هي تعتبر اعمال شاقه حقيقه يعني والتربيه نتاع الصغار وتوصيلهم زاد لا الام هنا ماهيش تربي الام نعم الام هنا ماهيش تربي لا أه ماما هي اللي تربي لا الكل يربي حتى الكل المراه الطفله ايه الصغيره ايه هي قالت لك انا اللي نوكل انا اللي نشرب انا اللي نهز اللبس، انا نهز للمكتب هي تعمل في كل شيء شي وتهز حتى في فطور امها اللي تخدم احنا لهنا شفنا ثلاثه شرايح نتاع احنا شفنا حتى في الرجال حتي لنا ثلاثه البول كبير الوليد المونغوليان هيك والطفل الصغير بالنسبة للنساء احنا لهناش عنا عنا يمكن الماضي والحاضر والمستقبل ايه؟ يعني اللي تشوفوا في خالتي العكري اللي نجموا نعتبروها الماضي راهي هي في نفس الوقت المستقبل اللي هي الطفلة اللي باش تخو راجل من بعد وتمشي الـ 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 الام الموجودة اللي في الكارونتين هذيك ولا في معناتها بين مرحلة الثلاثينات والاربعينات سي مرحله من العمر باش تمر بها لكن هذاك هو شنو باش تعدي عليك دونك هذه اللي كانت بحكيت. لا فهمنا فهمناها معناها حياتهم واقفه باش تاخذ لها راجل امها تجيب صغيرات كيف كيف زاد هي تمشي تحطب كيف امها معناها نفس الشيء كيف باش تكبر هي, هي زاد كذلك طفله هذيك باش تعرس باش تجيب صغار تتربي اولادها وقت اللي البنيه تكبر شويه باش تخليها راي في الدار باش تخرج دونك ثم معناها ثم تواتر في يعني في, في طريقه العيش في الموديل دو بوزاعه حسيت ان موديل عائله واحده ماهوش هذوما ثلاث عائلات هما في الاصل شفنا امراه هي ولدها اللي يقرا هذيك وي هذاك هي في نفس الوقت قابلوا في الثنيه هكا ولا هي في نفس الوقت الام اما ما وريتناش ما موديل دو في في المنطقه هذيك انت وريتنا موديل واحد فهمت الموديل الطفله اللي ما تكملش تعليمها وتكمل حياتها ما احنا في دوكيمونتير عليه نسريف هكا ولا نسريف الكل مش هكا معناها توري في دوكيمنتير تو هذاك آه. عنده يبدا عنده في الفيلم نتاعو عنده قصه بيان ديتيرميني يبدا يمشي فيها الاول للاخر يكمل فيها في دوكيمنتير يظل لازم يكون بوكو بلو معايا سي نور دينو معناها كارو عطانا نموذج اخر تعايله اخرى كيفاش تنجم يكونوا يعيشوا في في المجتمع هذايا آه تمنيت كان غادي كا وقت انا نصور قيت. نموذج اخر حقيقة يعني فهمت الا غالب الواقع شنو ما لقيتش مش شو موجود شو... ولا انت ما ما تمكنتش لا الواقع مرة لا حقيقة هذاك متفاهمين فيه هذاك إيه؟ متفاهمين فيه معناتها احنا تو حاليا قاعدين نتناقش على الواقع الموجود أنتي مع انت لهنا كانك معناتها قاعدة تحكي معي باش نغير الواقع في الفيلم هل ثم واقع اخر مغاير مختلف لذاك ما فماش الم... ما فماش فماش نساء كملوا قرايتهم غادي كما فماش ال... نساء عندهم مشاريع غادي يخدموا يعملوا في حاجات شو. اخرى الشمال الغربي راهو غني جدا يعني فيه امكانيات بشريه كبيره أه؟ معناتها سواء موارد بشريه كبيره سواء كانت راهو من نساء ولا من أه؟ لكن في المرحله هذيك اللي احنا نصوروا في المكان هذاك بلع... في الفتره الزمنيه وفي المكان هذاك راهو هذاك الواقع الموجود فهمتي حبيب. انا يعني جبت الجمعه أه. اللي فاتت اللي قبلها فيلم آه هكا في نفس المنطقه كيفاش امراه رغم كملتش قرايتها راهم كذا عامله مشروع نتاع فليحه وتربي في, في الفقر وفي المعيز وفي نتاع في الجبن وتاع معناها فما فما حاجه بوزيتيف ما قلناش فأنت... ماهوش ماهوش الفيلم راه ماهوش ماهوش معناتها ماهوش سلبي جدا راه بالعكس احنا انا الصوره اللي هنا اللي يمكن زاد كذلك نسوق فيها بجانب مثلا اللي قاعد يشوف فيه راه هو جانب راه كفاح راهو نتاع المراه راه مش وريك زاد كذلك راه المراه التنسيه راه امراه مكافحه جدا راه امراه فريمون توصل اجيال يعني السيده اللي وصل مثلا باش ولا ولا كادر ولا ولا صاحب مشروع ولا ولا لابس لا هو لي تروازيزامبل اللي حطيتهم ابار لو جون اللي يقرا ما شفناش مش 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 راهو نحكيو على حكايه نتاع 26 دقيقه في ما نجمش في 26 دقيقه لا تعاود بالطون ماهوش ما هوش برشا لا لا برشا مول في الفيلم الوثائقي زاد كذلك في بعض الاحيان نحب نعيشك راهو الواقع هذاك مثلا كيف ناخذ وقت مثلا في النساء ذوك في الناس اللي تحطب وانت قاعد تسمع في, في الحس ومن بعد اللي تقعد وتطيب التاي وتغني م. وتعمل سي لور كوتيديان بالعكس في بعض الاحيان نحب مثلا بوتات يمكن المتفرج راه يحس بالملل نحبك تحس بيه الملل هذاك اما ذاك راه الملل اللي, ح... اللي انت حسيت بيه في نص ساعه راه ذاك ناس عايشته آه كوتيديان فهمت ذاك اللي تعيش بيه انا حسيته الفيلم تاعك سيناريزي مش برشا في ثم ح... ثم, ح... ثم, ثم بارتي ثم شهاده الطفله و... والقاعده <applause> لا بروفوكي ما بين الطفله والام تاعها وخطيب جايك فهمتني oui. أه، سي سيناريزي معناتها خرجت من الوثائقي هو الى الفيكسيون هو سي ان فيكسيون فهمت هو بر... هو سي ان فيكسيون معناها 11 طفله لهنا ولا 12 عام عمرها 13 عام 13 نحكيو أي. على الماخذة وي oui, اي معناها سي بريماتوري أه، با دو تو ثم برشا عنا زواج قصيرات في تونس موجود لحد الان راه او نعيشوا في القرن الـ 21 في سنه 2023 عنا برشا قصيرات قاعده قصير تتزوج قصير. فهمت؟ برشا الدين هو ألقى الحل في الفيلم نتاعو للمراه في الماخذة انت في الفيلم نتاعك الحل كان للاولياء أنو يعطيو بنتهم تخدم هنا في الحالتين قاعدين يتخلصوا من صغارهم الطفله ديما عبء وديما يلزم نكازيوها في بلاصه يلزمها تكون رونتابل يلزمها تكون رونتابل كان الراجل باش ياخذها باش يستغلها وباش تمشي تحطب وتخدم وتقف وتربي وتجيب الصغار اكسترا المهمه نتاعها هذيك في الفيلم نتاعك الفتاه معناها الوالدين نتاعها قرروا انه يعطيوها زاده تخدم في الديار في تونس اكسترا. انت تحكي على ريحه فلان معناها اي بيان سور آه لانه انتم إيه انتم عندكم قاسم مشترك الاثنين في الحلقه هذيا انكم اثنين خدمتوا على المراه واثنين خدمتوا على هالمجتمع هذا بالذات. شوف أه كي نحب نحكي على روحي ها. انا ما حكيتش على نحكي على الفضاء الثقافي الريفي بكل معناها التعقيدات نتاعو ورغم لهذا هذا الفضاء الثقافي الريفي أه هو اللي عايش في تونس براتيكمون الشمال الغربي هو اللي عايش في تونس لكن ثم حيف موجود والحيف هذا موجود من عهد البيات ومش عهد بورقيبه صحيح فهمت و... خاطر الف... ال... الريفي هو آه... معناها مشاكس يرفض معناها الحكم من فوق هذاك علاش العقوبه بتاعه جات كيف جات ما ثماش معامل فهو جندوبه مثلا ولا باجه ولا الكيف اللي فيه القمح والشعير آه... عمرك سمعت بمعمل نتاع مقرونه ولا نتاع كسكسي ولا حاجه في جندوبه ولا في الكيف ما ثم شيء البطاله معناها ضرب اطنابها بالرغم اللي, اللي, اللي الانسان الريفي في الشمال الغربي هو انسان مكافح مناضل آه، مشاكس آه، شارك في معناها في المعركه الوطنيه معناها معناها شيء يشبه حاجه من وراء العقل ال ال الشيء الوحيد اللي عنده هو ال الانتماء الى هذه الارض هذه حاجه لكن مثلا نرجعوا الفيلم هذايا انا اذا كان ثم حاجه استفزتني في في الفيلم هذايا رغم انه معناها تقول انت فيه ثلاثه ولا أربعة نصوص معناها الى جانب ليماج لو جو نتاع اللي موجودين ثم موسيقى الموسيقى فوالا ثم نص بي. اخر نص, نص اخر نص اخر نص اخر اللي مثلا ثم الغنايه هذيك تقول فيها المراه قداش تعاني هعيشه أنو ثم المعاناه الغناية يعني تغني هي لكن الغناية في وسطها الالم في وسطها النضال حتى الموسيقى حزينه هذا الم... معناها الجانب بقى انه كما قلت لك الحاجه اللي استفزتني انا انت هاو جاي كراجل وكذا وهي تقبل معناها ثم لوكوتي قال ثاني انتي. فرحانه ولاني حزينه أني حزينه وكذا معناها الجانب التسلطي نتاع العيله وهي تقبل معناها لو فيت معناها تقبل وكاريمون كان عايشني عايشني الى اخره معناها ثم السلب بالرغم من السلبيه هذه ماهيش موجوده رو لا انا نحب نفهم المراه المراه ايه في الفيلم تحسها معناتها هي محتله المهام الكل تخدم فيها لكن ما عندها السلطه هنا وجايك عاد ما فماش السلطه باش نقول لك حاجه شوف لا فام اي لافونير دو يقول اراغون معناها المراه, المرأة مستقبل الانسان ماو يقول لا فام اي لا مواتي دو سيال شوف القوه في تونس المراه نتاعنا سواء كانت ريفيه ولا مش ريفيه مكافحه مناضله وتعاني المثال اللي نعرفه ديما فهمتي هو انسان اللي في الريف اللي يركبوا في ليسوزو من تالي فهمتي ولا لا كل واحد همتي وتعاني فهمتي وتعاني نهار كامل فهمت والرجل بما انه ما سماش معامل طبعاً مليح، ما سماش بلايص، ما سماش قول أنت بلايص يخدم فيها وين تحبوا يخدموا؟ وين تحبوا يخدموا؟ شكون اللي ينجم يخدم. يخدم. يخدم فقط؟ كيف عملتها في مسرحية حبة رمان مثلا، المرأة هي, هي اللي تحطب، هي اللي تجيب هذوما ليتاش انغات مثلا ليتاش لي ليتاش انغات الراجل ما يعملهم تعملهم مرأة مستانسة تعملهم سيرش. هي آه. يعني تعملهم تعمل. تعمل هي، فهمتني ولا لا؟ هذا الشيء اللي يخليك تسوري أنت ضد هذا الوضع الرديء، هذه حاجة، حاجة أخرى الريف هذا هو ريف قاتل راهو ريف قاتل بتشوف تشوف التلميذ سما صورة عملها في الفيلم الطريق الطويلة والتلميذ اللي يمشي في وسطها عملناها في ريح الفنان كان تذكر اللي كونوا التلميذ اللي ياكلوا ذيب في عند دراهم التلميذ ياكلوا ذيب تلقى الكرتابة فقط من اللوحة التلميذ اللي يخرج المدرسة نتاعو يحط الكرتابة ويمشي لقى الفقاع شامبينيون يلقى الفقاع و... و تعرف خدمة الرجال في في معناها في الشمال الغربي فهمتني؟ يخدم الرجل الريفي في الشمال الغربي مكافح لكن مكافح كي يلقى الخدمة باش يكافح وكي ما يلقاش خدمة تعش يعمل؟ ينبش الأرض في, في الريف نتاع عين في عين كيما قالت المرأة القشر القشر هو الخفاف معناها الياج ينحيه لكن هذه أعمال موسمية اي معناها سما حيف اقتصادي وسمى هوني في الكلمه سما زاد حيف سياسي وما سماش التفاته اللي هذا الشمال الغربي الغني برجاله ونسائه وكنوزه كومون سا هنا سما التساؤل ولكن نعرفوا الاجابه هذا معناتها الاجابه تغشش تغشش تو الشمال الغربي يا رسول الله هو جندوبة ولا وخاصة عند لهم هي سويسرا نتاع تونس صحيح كيفاش كيفاش تشوف البلاد هذيا اللي فيها الفقر والميزيريا والمعاناة الكبيرة هذاك الشيء اللي يخليني أنا في جميع مسرحياتي براتيكمو خمسة 45 مسرحية تشوف المرأة هي البطل هي البطلة نتاع وحاجة أخرى المرأة المكافحة ما هيش المرأة المستكينة واللي واللي, واللي معناها شادة وتقول أنت ذاك هو لا هي تكافح ضد التخلف الذهني والفكري الى ضد ظلاميه الافكار اللي عشناها اخيرا العشر سنين هذوما وتكافح ضد زاده صولات وجولات الطبيعه القاسيه على المراه التونسيه. كيفاش تحب انت فنان ولا مبدع ولا شاعر ولا موسيقار ما, ما, ما يتفاعلش مع مع الشيء هذا وما يعبرش معناها سواء بالكتابة ولا باللحن ولا بالشعر ولا بالإيقاعات على الشيء اللي قاعدين نشوف فيه هذا يسمى ظلم كبير وسمى حيف كبير وهنا هنا جو بريفيت معناها دو لوكازيون باش نقول ثم التفاتة أنه مستقبل تونس هو مستقبل المرأة التونسية هو مستقبل موجود في في كفاح المرأة التونسية في نضالات المرأة التونسية معناها في الرؤية اللي عند المرأة التونسية الريفية اللي تنجم تكون ما هيش متعلمة لكن اكد لك بما انها ماهيش متعلمه تعلم كثير من الدكاتره تعقيبا على كلامك الخطر اللي يعيشوه الاولاد الصغار في الغابه خاصه هم ماشيين المكتب وتعرفوا انه المكاتب تبدا المكتب غادي والدار فيه خرج بل معناها يتعرضوا للحلوف زيادة معناها ينجم يهاجمهم وين نشوف في الفيلم سي انيس الطفله وهي هزه القفه نتاع الماكله وماشيه باش تهز الماكله لجدتها ولمها معناها ما أنا مش علاش جاتني هكا في مخي حمراء حمراء وهي تشق الغابه فهمت باش تهز الاكل لجدتها وتطل على جدتها معناها هذيك المتنفس اللي عندها هي <applause> الغابه باش تمشي اكل رحلة هذيك دخول الفتاه للغابه لانه الغابه هي المجتمع هي المجهول هي النضج النضج يصير يصير غادي ما نعرفش علاش فكرتني في حمرة حمراء هكا تودينكو هي هزك الساشي ماشي هكا لقات الذيب من بعد في الاخر جهه الذيب في الغابه خبرتها امها بخبر الزواج <applause> شوف الـ الـ الغابه حقيقه يعني العلاقه نتاع الناس هذوما بالغابه علاقه هل الرجل يعني علاقة, هو الذئب غير علاقة غير علاقة غير عادية يعني هل الرجل هو الذئب هنا عملت ينجم إيه آه إيه يكون الذئب اه؟ يكون ذئب تعقيبا زاد كذلك على كلامك انت ينجم إيه يكون هو الذئب لانه مش مستقبل هي راي قالت انا حبيت نتعرف انا إيه الرجال اللي شفته ما فيهم حتى واحد ذئب اللي شفته في الواحد آه. حتى واحد ما ذئب أه بالعكس انا الرجال <applause> نحس الصمت اللي النظره الشيخصه هذيك ولا تعبدك اللي متسلط عليه شيء ومش قادر لا يلاقي الكلام يلاقي الجهد لا يلاقي ما يقول يحسك الحمصه الداخل هذيك اكل القهره الداخل عباره على واحد يضرب في الصخر معناها الوضعيه نتاعو اكل اللي يأ... هو بالضبط ما ما هو ما هوش هو بيدو نحسوا فيكتيم ما فماش فرق راه بين يضرب في الصخر ولا يضرب في الجره ذاك معناتها راك تشو كنت تشوف ال... كان تشوف معناتها القوة نتاع المرأة وقت اللي تضرب تكسر في ال في في التحطم لا لا على كلمتك قلت الغ... أنت يا رجل ذئب هو بيد نحس هنا مفعول به معناها نحس هو بيدو ما يعيش أزمة كيف وكيف ما نختلف المرأة لأنه ما, هوش يلعب في دوره الحقيقي في, الحياة الحياة كما قال سي, سي نور الدين راهو زاد كذلك باش ما نتجناش على الرجال في, ال في, ال في الشمال الغربي ولا في المنطقة اللي صورت فيها وباش نبني زاد كذلك على كلام سي سي نور الدين يعني زاد كذلك كيما راهي الظروف لعبت بالمجتمع الأنثوي اللي موجود غاديكا في نفس الوقت الظروف راهي زاد كذلك لعبت بالمجتمع الرجالي آه صحيح الفيلم عنوانه هن إن شاء الله يكون فيلم آخر عنوانه هم لهنا نجمو نشوفوا مثلا نحكيه على الرجال اللي غاديكا في الشمال الغربي ونربطوا ونربطوا بيناتهم آه آه نرجع لكلامك على حكاية الغابة والذئب، يعني يمكن بالنسبة للطفلة يعني الرجل ينجم يكون ذئب، على خاطر زده شفناها في الفيلم راهي عندها أحلام وعندها طموحات لكن طموحاتها ما نجمتش بحكم يمكن الظروف الماديه بحكم الفقر بحكم نجم نتصوروا يكون غاديك ما خلاش توصل حلمها حبت تولي طبيبه حبت تولي معلمه لكن الا غال زاد كذلك المراه يمكن زاد طفلة طفله مازال صغيره لكن زاد كيف تشوف الطفله يعني ديما تمشي بكلام بتاتر امها ابوها بالمجتمع اصحابها زاد كذلك اللي كيفاش كيفاش يعيشوا يعني زاد يمكن راهو تكون زادة كذلك الزواج هو نوع من الهروب فهمت خاطر انت بحكم رينا في الدار مثلا هي الوحيده اللي طيب اللي تغسل هي اللي عامله يعني قائمه بعائله يعني نجم زاد كذلك يكون نوع من الهروب باش تهرب هما من هذاك هما لي دو موديل دو فام شافت امها اش تعمل وشافت ايه؟ عزيزتها فاش تعمل التليفون اللي اللي في يدها وي تتريس صراحه معناها ماهوش ذكي التليفون على قدم نتاع مكالمه ظاهر وفيها انجو قديم هذاك ما فماش تلفزه في الدار كي يتقابلوا في الدار معناها حول, حول النار. النار هي الموجوده غادي ما فماش صور معناها على شي قاعد يصير في الدنيا وكانهم قطع مقطوعين من الدنيا في في دارهم غاديكا في في طرف الغابه اللي دايره بيهم معناها رغم اللي فما ديار مدخمين شويه ما نخمموش ما بعاد عليهم اما هما عايشين حسيتهم وكانه مقطوعه الطفله هذه على العالم الخارجي وش قاعد يصير فيه. وي مقطوعه على العالم الخارجي وعلى قاعد يصير فيه ابار اللي تسمعوا في المحيط نتاعها يعني شوف أه اللي اللي يعديو الناس هذوما مثلا راهو راهو ناس تقوم الصباح بكري برشا تقوم بالخمسه نتاع الصباح تكمل كان يمكن الخمسة 5 العشيه 6 6 العشية ومعناتها تخرج الصباح تبدا تجاهد تخرج تجاهد وكي تروح للدار زاد كذلك تجاهد يمكن زاد كذلك لو في بعض الاحيان الكماليات الموجودة في الحياة ما عادش مش تعملها اللي احنا يمكن ما اللي نعبر عليه بالتفرهيد يمكن هو كي يحط راسه على المخد وقتها انه يتفرهد ينولي إن ولي لوجع الراحة حتى يعني حتى البدن يستنزف حتى اللقمة آه. اللي اللي ياكلوا فيها حطيت لنا صحاين زيت وكسرة وي الزيت والكسره راهي من الزيت والكسره رغم اللي الزيت تو ما عادش رخيص ب 20 22 الف لتر شوف الزيت <applause> والكسره راهي ماكله صحيه جدا معناتها هذاك علاش يمكن الناس في في الجهه هذيك خاطر حقيقه ياكلوا ماكله صحيه فهمت هذاك علاش يمكن راهو السادات كذلك تبارك الله عليهم صح تبدين اكثر من أنا. اي تبارك الله على المراه فكل العمر هذيك المراه الكبيره تضرب في في ال... كان واحده اخرى توا هنا من المدينه تعمل ضربتي تقول لك عظام هاو يدي تقسم أيه انا خالتي العكري أنه لها تحيه ان شاء الله تكون بخير وعايشه بخير معناتها راهي 70 سنه راهو كيف نحكيو على الحطب هذاك اللي هزته راهو مينيموم ثم 40 كيلو راهو 40 كيلو حطيتهم على 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 راسها راهي وتتحرك كيف مثلا باش تطلع راهو هذاك مثلا باش نوصل لك البحيره هذيك ولا وين قاعدين يحطبوا راهو سي ان جبل طالعين دونك خالتي العكري راهي تزرب اكثر منه فهمت اللي احنا يمكن وقتها بون شباب والاكيبا اللي معايا شباب وي اكزاكتومون فهمت <applause> دونك تحيه ليهم راهو من خلال زاد كذلك الفيلم هذا واش قلت لك فرصه نشكرك عليها اللي اتيحت لي فريمون باش نشكر الناس هذوما زاد ونحييهم فهمت على المجهود اللي بذلوه معايا وان شاء الله يكونوا في في حاله احسن من اللي من اللي موجودين فيها حاليا راهو سي الدين في الفيلم شخصية المرأة هذه العجوز وهي قبيلة تحكي قالت أن وضعيتهم قبل كانت خايبة ياسر توا جنة رغم اللي احنا واحنا نتفرجوا في الفيلم الجنة اللي تحكي عليها ما حسيناهاش معناها هل الوضع حقيقة تغير؟ شو تغير؟ لم يتغير بالعكس مشينا م. معناها من من سين إلى أسوأ تويك من قبل كانوا معناها في وضعية معناها تحت الأرض بمتر تحت الأرض عشرة كيلومتر فهمتني ولا؟ راهو شوف بين قوسين لو ما نجموش نحكي نعملوا ان دوكيومونتير بريء ما سماش دوكيومونتير بريء فهمت لازم نسمى موقف كي كتوريني انت توا في كيف نكاية ثلاثه وكذا في وسط واحد وكذا فما انا ما نحبش لو كوتي فولكلوريك نتاع لي دوكيومونتير او جبل وغابه وكذا وخفاف وشويه ما متعدي وحده كذا وكسره وزيتون وكذا انا ثم موقف فهمتني هالشي هذا منين تخلق وشنو السبب اللي خلاهم هذوكم هكاك رغم معناها جماليه الفضاء رغم الشيء اللي نجم يجلب ايش بيهم هكاك بول كوا يسون دون لا ميرد عليه وتوا عام 2023 هكا ولا لا هذه بون ينجم المخرج يخلي يعمل نقاط استفهام فهمتني طيب طو مثل... طو طيب مثلا جمله كيف قالتها الطفله هذه طيب كي قالت كيف مكتوب امي مي سي كاتاستروف الجمله هذه شو كيف مكتوب امي هذه في عام 2023 مش معناه وهي طفله جي كانها باسيفه الطفله هذيك تقولها كذا تقول انت هذاك هو انا انا منها جا سؤالي هي. الموقف سيناريزي هي. لانه هي. ظهر اون ديري الكلام حفظته قالته معناه لو ميساج يتعدى هكاك في في ريح الفرين البنيه رافضه باش تغادر المدرسه وتمشي تخدم في تونس الى اخره <applause> ثم موقف وثم موقف المعلمه زاده اللي هي اصلها من غادي في القصه من, من الريف برغم لي ثم نوع من التهكم شويه في ال... معناها في الدور نتاع المعلمه كان حاط حاجه كالنشيد هنا العيش السعيد هنا العيش الرغيد وهما دون لا مير كوكو وهما وسم الغنايه يعني ثم هنا العيش السعيد ومن بعد الكاميرا تهبط وتوريك العيش السعيد هذاك شنو أشلون... اش ثم أش... بالضبط هنا ثم الجمله اللي حبيت معناها ك... اللي أ... استفزتني كيف مكتوب امي انا ما نحبش تكون كيف مكتوب امي لا حتى ولو يكون ثم ان اكزومبل نوع هذا الزواج موجود شويه معناها كذا انا نرفض نعمل الموقف نتاعي انا نقول انه ماهوش كيف مكتوب امي هوش كيف مكتوب آه آه جدايا فهمتني لا انا ساغير هذا الوضع رغم الدائئ والاعدائي ورغم الظروف الصعيبه ورغم رغم معناها آه السياسه اللي مازالت متواصله من عهد بورقيبه حتى التو هو نسيان الشمال الغربي اللي هو يعج بالخيرات ويعج بالكنوز سواء في الارض او في الانسان وفي المراه كذلك. فهمتك، في الفيلم فما موقف، موقف ما ماهوش ياسر معناها مفضوح لكن يبعثك انك تخمم. انه تحس انه سي انيس المشهد الاخراني تقريبا نتاع الفيلم وقت اللي تستعرض الشخصيات نتاعك الكل بروغار معناها هكا نظره غايبه غايبين على الوجود جامدين في صمت رهيب والكاميرا تتجول ما بيناتهم هنا حسينا انه حطيت الموقف نتاعك في اللحظه هذيك الحقيقة ما حتيش حتى موقف فيلم وأنا في أغلب أفلامي بصراحة يعني تو طيب أنا عندي ست أفلام ما نخوش موقف الأفلام أنا نحب نصور سواء كره. روفيل نحكي موقف مش موقف هو البوند فيو دي فهمتني وجهة النظر فهمك. اللي أنت بالصفة عليك تحب ولا تكره فيها موقف من حاجة ما أنت مشيت تتصور في الشمال الغربي في الوضع هذا أه. عندك موقف انت عندك موقف انا قلت لك ما تنجمش تكون ما عندكش موقف معناها انا بالنسبه لي انا كي مشيت صورت في الشمال الغربي صورت هنا نقلت واقع معين ثم واقع شفته انا حبيت نصوره بعينك بنظر ب... بنظرتك بنظرتي انا يعني. بنظرتك بحكمك انت لكن راهو التصرف معناتها صحيح سي ان فيكسيون ليس بتصرف كبير ما ثماش معناتها تصرف كبير هذاك الواقع حقيقه تاع الناس اللي عايشته يمكن اللي راهو شنو ب... نحاول مثلا باش ن... باش نعطيك نظره نتاعي انا مثلا عن طريق لي بوست بلاستيك حقيقه راهو الزمن يقف مع الناس هذوك فهمت يعني مثلا كيف هذا ناكلو... موقف هنا انه الزمان واقف يتقاطع كلامك مع كلام سي نور حق... انا قالك من وقت البيات المنطقه هذه ما تلفت لها حد صحيح ما تلفت فهمني لها حد دوك الزمن واقف هذا موقف سيدي ما قلناش لا لكن هاني قلت لك بالنسبه فاهمك مدام راهو شخص انا بالنسبه لي انا ما نحبش نكون عندي موقف خايف انه لا تحب تتجرد معناها يعني. تقول انا ما عنديش موقف ما عنديش موقف في الفيلم هذايا معناتها بالنسبه لي انا مثلا كمخرج راني ماني عنديش فقط راني نقلت واقع معين من حقك من حق خلي الناس الكل كل واحد حره وجوتي ماشي ريبورتاج لا وي معاك هو اللي تنقل الواقع كيف ما هو توصل تعدي في التلفزه انت عملت فيلم وثائقي وفي شويه فيكسيون في شويه فيكسيون شويه ونزيد فيه حطيت فيه حوارات فهمتني ما بين الشخصيات باش توصل الحاجه معينه انت تحب توصل للعبيد الحيو... دونك هنا موقفك واضح احنا راهو كان ثم فما... معناتها كان ثم بريباراسيون قبل كل شيء دونك راهو حتى الناس اللي تقبلنا معاهم دونك سمعنا حكايتهم قبل كل شيء معناتها ما زيناش كاميرا مش نصوروا من قبل من غد دونك وقفنا مع الناس وحكينا معاهم وفهمنا وحكوا لنا واش ثم ما ثماش وحكينا مثلا الطفله هذيك كيفاش لا البريباراسيون باهره لا انا كي رات طفله كيفاش لابسه وكيفاش ما شعرها مسيبت نهار اللي مشات لامها قد روحها مرتوبه دونك عارفه وفاهمه روحها اللي قاعده تتصور تحب تظهر في اعز احسن موي صوره انه النساء هذوما هما بيدهم كنشوفهم في الدنيا في العادي ما مش لابسين هكا اوسي بيان ابيي فهمت أه يظهروا لابسين بالقدا لهنا تنجم تلقاهم في وضعيات اخرى وي لكن حقيقه ش... تنجم في وضعيات اخرى بالنسبه لللباس نتاعهم مثلا حتى الطفله راهي كيف جات لم يكن بتصرف منها نحن هي يعني هو دخلوا هو في مش اللعبه نتاعها هي... بتاعت. اكيد بتبيع. دونك العفويه هي. المطلقه في الفيلم لهنا ماشي موجوده دونك انت هنا بالرسمي دو, 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 دو فيكسيون وي ما حاجه راهي اي واحد لو تحط قدامه كاميرا تقول له يجي نصور معاك حتى يكون يحكي في حكايه تحط قدامه الكاميرا ولا ما يحكي لك نفس الحكايه فهمت يتصرف فيها شويه احنا لهنا انا ب... احنا بالنسبه لي انا ك... كمخرج انا عندي قيت حكايه مشيت شفتها غاديك في شمال الغربي جيت بحثت على مجموعه من النساء ذوما كانت عن طريق خالتي العكري بعد قينا لا فات فيها الطفله بعد قينا لا اخرى حكينا كيفاش تعيشوا كيفاش تعاملوا كيفاش لو نتاعكم معناتها في صميم هذاك سمعنا حكايات سمعنا الطفله هذه مثلا راهي من المكتب راهي اللي بالدار بوها كان يخدم كان راهو على ذكر بوها اللي قلنا تكسر بوها مثلا كان يخرج بعض الاحيان زد كذلك يحطب دونك تكسر ولا هو زد كذلك في الدار دونك من حاجه من الحاجات هو يكون باش تعرس فهمت دونك هذاك يمكن اللي علاش قلنا دوك فيكسيون خاطر ما ما خذيناش في الحكايات دونك حبينا فقط نوريه للناس دونك هذه الحكاية الحكاية اللي هي نتاعهم فهمت اني قلت لك اللي بوز بلاستيك اللي صاروا في الاخر يمكن وراو اللي هما وجهه نظر المخرج لكن راهو بصراحه الزمن يقف عند الناس هذوم دونك هذايا هو هذاك هو وقع موقف ماي هذاك هو وقع انا نقلت الموقف نتاعهم يمكن مش موقفي يعني. نقلت الموقف نتاعهم هما، مش معناتها خايف راهو باش نعدي موقف ولا <applause> حاجه، نخاف منه، نحكي لك في الواقع الموجود، هذاك موقف الناس هذوكم. الموقف هذا. أنت هنا فما تصوير. أي أكيد. فما كاميرا تتجول، فما ناس وقفوا في أماكن معينة. أنت كمخرج أنت قلت له أقف أنت غادي، أقف أنت غادي، أكيد. أقف أنت غادي، أقف أنت غادي، دوك ينجموا هما واقفين ينجموا يحكيوا معك. لا، أنت قلت لهم أعملوا لي روغاردون لو فيد. اه وي انت تو سيناريزي عندك موقف عديت يعني علاش يعني تتبرى منه <applause> ما من نجمش منه ننقله في موقف نتاع ناس ينجم, يعني يكون... هوم... ينجم يكون في الدنيا هو في الدنيا هو ما ينجم هو قاعد ع... سارح ما بينه وبين خالقه ما بين الملكوت ما بينه وبين همومه ومشاكله تلقاه في يده عود حطب ينجم يبدا يلعب بيه هكا ينجم يعمل بيه اي حاجه ينجم ياكل في ظفره ينجم يعمل في اي غلبه فهمت اما انتي عملت لا ريبيتيسيون في الشخصيات الكل نتاعك حطيتهم <applause> لو ميم تروك دونك مو... هنا ماهمش هما ماهوش سي س... با سبونتاني مو... هذا موقفك انت خليني نفسرلك مو في بعض الاحيان راهو كيفاش الدين تس... عليك كاسي <applause> صعيب لا والله بالحق نحاول باش نقول لك فقط راهو واقع معناتها مانيش نتهرب من حاجه أما واقع انا من بالنسبه لي انا كمخرج انا نجي مثلا ناس الناس فهمت عندهم هما الزمن يقف كيفاش انا باش نوري الموقف نتاعهم هما كيفاش الزمن راه واقف عندك متبنيه الموقف هذايا وريته كيما انت تشوف فيه بالضبط كيما كيما انا نشوف فيه كيما هو يشوف فيه دونك انت عندك موقف دونك عندك موقف فاهمك يا سيدي نعم. والموقف نتاعك اول مخرج ما عندوش موقف ما نحبش يكون بالحق راهو ما تنجمش ما تنجمش كونتوني <applause> كري كون اون السيناريو ان سيناريو والا نحط عينينا في الاوبجيكتيف راهي العين موقف راهي النظره موقف كي تختار لو بلان هذاك علاش صورت هيك ما صورتش هيك علاش صورتهم الكل لا ريبيتيسيون تاع الموقف اللي انت جا في مخك هذاك دوك هذاك ما فماش ما فماش فيلم ما فماش عمل فني مهما كان ما فيهش موقف كي انا في حصه في تلفزه في ايميسيون عندي موقف كي نبدا نسويتشي بالظبط كيما موقف معايا فنت... آه حد... تو أنت اي انت موقفي معاك لانك تتهرب عش. تتهرب من دي دور دي. المخرج ورؤيه المخرج ما مخرج ما غير رؤيه راو تقرأ ما قلناش ليه ما هو ما قلناش لا لي. اه ما قلناش آه. لي. <applause> ليه تراجع لا لا فنت... انا قلت لك انا بالنسبه لي انا راني نعكس آه آه نظر خصوصا ناحيه نظرتي انا نعكس في نظره الناس هذوك نظرتهم للواقع وللحياه وكيفاش يعيشوا ونظرتهم كذلك للمستقبل ريناها في البوست بلاستيك هذيك دونك هذاك بالعكس نقنى مشاعرك الناس هذوكم واحس ما نحبهاش تكون وجهه نظر نتاعي انا بالعربيه في الفيلم نتاعي انا هو ايجا نقول لك سامحني عايش خويا انيس باش نفهم روحنا الهاجس باش يتحرك عند مخرج باش يمشي يصور حكايه والا باش يتعاطف مع ناس ولا باش يحكي على اي حكايه الا فما حاجه تهزو وتلزؤ اكيد دونك فما فكره استفزاز استفزاز سي سينور الدين استفزوا الوضع نتاع الفتيات ومستقبلهم غادي حتى الفتيات اللي ما يكملوش قرايتهم ولا تخرجهم العائله من من معناها العمل فهمتني من الدراسه للعمل في الديار لكن زاد حتى المعلم عطانا شويه اسبوار <applause> وحتى الام الخدامه المراه التونسيه اللي ترفس بالطين بساقيها وتقول نخدم عليك انت الراجل اللي عباره بعلها بنتها مقابل مقابل الفلوس وانه المراه ولات هي مش عماد الاسره فقط هي اللي تخدم على الاسره فهمت دوك حتى الموقف نتاعو لهنا ورانا فما كيليبر فما أنكليبر في في حكايته انت حكايتك حسيناها ليكليبر هذا ما انا ما حسيتوش فهمت وحتى الرجل اللي عنده هو فاعل فاعل حتى البو ريتو فاعل واعطاه دي زيكزامبل نتاع رجال اخرين باهين حتى الشوفور نتاع نتاع الكاتكات باشي فهمت الناس الاخرى الناس الاخرى اللي موجوده الرجال الاخرين موجودين فهمتي حتى سيد اللي كان يجيب هالطفله لدارو هو بيد الله يرحمه سمير العيد, العيد. العيد. الله يرحمه فهمت هو بيدو انسر تماما ولا عنده موقف ولا رافض الفكره مشى مع مرته في الحكايه لكن بعده را ولا رافض الحكايه دوك فما فما اني كيليبر انا احسك جيت برشا على الرجال في الفيلم نتاعك رغم اللي انت على باز فيلم حبيت تركز على نساء واسمه هنا هن لانه نعم. على إنسان ما حتى كان نحكيه على نساء فهمت المراه هنا راجل وي فهمت والراجل اللي هنا المراه قايمه بدورها في المجتمع ما انت لا مش لا دورها واكثر من دور خاطر خاطر ينجم نقتصروا دور في الريف عليها قاعدة في دويرتها تأكل وتشرب وتربي صغيرة تحمي الطابونة تكسكس تعول تعمل حويجة في الدار وتبيع اما هنا خرجنا للغابة خرجنا للمجهول خرجنا نحطبو مرأة عمرها في ال70 سنة تنزل تضرب في, 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 في الشجرة بقادومة داخل عليها فهمت؟ معناها فما صراع مع الطبيعة صراع مع القساوة متاع الحياة فهمت؟ المراه في عمرها هذه اون برانسيب راهي مرتاحه قاعده راهي سويقاتها بالحنه وقاعده مرتاحه على روحها في دار ولد اولادها عليها جايبه ده قداش من صغير راهي قاعده الراحه تختلف راهي تختلف من شخص لشخص بالنسبه راهو زاد آه الفيلم كان قبل ما يكون هنا كان اسمه الكديحات من بعد تغير ورديناها هن الـ الـ يمكن كان يمكن خي حتى هن خاطر هن جمع آه برشا وانت ليكزامبل اللي عطيته في عائله واحده يجمع سي ريفليكسيون لبرشا عائلات راني يعني قالك علاش قلت لك راهو هو راهو زاد كذلك راهو احنا هنا نحكيو على شريحه من المجتمع شفت كي تفر في برشا ناس يمكن برشا ناس تقول لك شنو هذا اللي قاعد يحكي عليه شنو ما زال ثم ناس في القرن واحد 21 ناس تعيش هكا ما زلنا عام 2023 ناس هكا ما زال ثم صغار تلعب تتريس عندها تليفون هكا وي هذاك الواقع نتاعنا هذاك الراحه في بعض الاحيان اللي انت كنت تحكي عليها عند الناس هذوك ما يكونش راحه بالعكس راحتك كيف تخرج للغابه راحتها كيف تحطب آه، راحتها كيف تعاون راجلها راحتها كيف آه، كيف تقوم بصغارها وتعمل راحتها زاد كذلك كيف تعدي هذاك البنت بالنسبه له ولا اترافير اجيال فهمت يمكن زاد كذلك في نفس الوقت يلزمنا راهو في بعض الاحيان زاد نحاول آه، آه، نفهم وراهو زاد كذلك كل منطقه وخصوصياتها وكل مجتمع وخصوصياته احنا في في تونس ما كما مثلا آه نابل كما مثلا آه جندوبه بنيمتير كيما مثلا توزر ولا نفطه من نختلف كل بلاد وعندها خصوصيات وعن الحاجات اللي احنا نراوها راحه عندهم مش راحه اللي عندنا انا اللي لا انتمي للمنطقه هذيك غدا نهز كاميرات ونصور دا, دا نوتخ بوينت فيو ونوري حاجات اللي انت ما وريتيش في اكيد طبعا ما قلناش لا أه معناتها احنا في احنا حاولنا باش نحكي حكايه في 26 دقيقه 26 دقيقه راهو ماهوش فضاء كبير باش نحكيو عليها على برشا حاجات دونك حاولنا باش نتناولوا حكايه نتاع شريحه نتاع مجتمع متاع نساء يعيشوا من, من وطني يعني بني وطني يعيشوا في 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 مكان في في, في اي بني وبنات وطني يعيشوا في 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 مكان في في تونس فوالا هاو الناس هذوما كيفاش تعيش هاو الناس يمكن حبينا في بعض الاحيان كيما نجم نوريو مثلا القساوه نتاع الشيء كيما نجموا نوريو مثلا البهوه نتاع الشيء كيما حتى اللي صاير توا في, في بني والمناطق هذوما حتى اللي معناها في الاسكا موجود اللي تقوم الصباح تلقى روحها في فضاء معناها ابيض كامل في الثلج وتلقاها عايشه فيه واحدة القاعة <applause> في وحده تحت القاع في الثلج وتقعد بالسوايع تحفر باش تخرج حوته باش تقطيط عليها وتشيح وتقدد نتاع كامل باش يلقاو في الاوقات اللي تبدا عواصف ثلجيه صعيبه ياسر معناها حتى في مجتمعات اخرى هالقساوه هذه ولا الحياه تتوجد في برشا معناها مش كان في تونس وي مش كان في, ولا في, كان في موجودة موجودة في برشا في أماكن تونس ريفليكسيون أي على كل آه حال أنا نفرح وقت اللي نلقى بخر الشاب كيفك يتناول النوعية هذه من المواضيع لأنه يلزم أكثر من ريح الفرنان كانوا مسلسل مسلسل يتعمل في المنطقة هذيك لأنه ما شاء الله ربي أعطاها من الطبيعة معناها الماء أشجار الجبال أه الحيوانات فما 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 حياة محلاها ما بين الكلاب والدجاج والغ... قديش الانسان قريب للطبيعة قريب للاصول وقريب لطبيعته هو <applause> لانه أه الانسان في المدينة بعد على برشا حاجات بعد على برشا حاجات خاصة القرب من الارض قرب من ال... النار ال... الأشياء كل شيء احنا بالفلس توا ولينا كل شيء معناها ثم انجو كبير في كيفاش علاقه زاد كذلك راهو يشوف معناتها الناس هذوما راهي تعيش بالحطب وتشعل منه نار مم. وثم لا تاع النار واللوح والحطب لكن راهي الناس تعرف وقت تشعل النار وبعد ما تشعل النار راهي تعرف كيفاش تفاهم دونك ماهيش ماشي, ماشي مثلا كيما زاد كذلك حاجه اخرى مثلا تو كي الاحتراق لانهم هما ذوات اكيد معناتها قاعده تحترق في في الفيلم نتاعك معناها تحرق في الوقت وتحرق في الحياه وتحرق في الامال وتحرق في معناها كل شيء يتكتك عندك اكيد كل شيء يتفتفت وكل شيء عندنا حاجه اخرى اي لل لل للرماد للر للر بني, بني متير احنا عندنا تو حاليا التوندونس ولا تو معناتها 10 سنوات ولا قداش من بعد الثوره الناس تمشي مثلا في الشتاء باش تتفرهد وتتسوح وتشيخ وتهبط تتصور وسلفيات تتسوح سياحه معناتها <applause> تتسوح بالضبط وتهبط سلفيات إيه؟ وتصور وشيخ ولا انا في بني متير لكن راهو زاد كذلك بني متير ماهيش السياحه هذيك برك بني متير راه يشوف معناتها في وسط الناس اللي تمشي <applause> هذيك <applause> للسياحه <applause> <applause> <تص يا حبش تتمتع ثم ناس اخرى اذا كذا القاعده قاسي غاديك دونك زاد ماذا بينا ناخذ بخاطر ما كنا هذوك نشوفوهم في بعض الاحيان ماذا بينا نعاونوهم هذا اللي حبيت نقوله أه يعني شكرا صحة ليك يعطيك الصحه يعني استمتعنا بالفيلم سي نور الدين الحقيقه جيانك اسعدني مبارف. جدا وحضورك معايا اليوم اسعدني جدا مبارف. ونحب نسالك شو عندك جديد وش محضر لنا خاطر نعرف انت ما تغيبش كان ما فماش حاجه عندي مسرحيه نحضر فيها ان شاء الله اسمها كي منع... كلمت قلت لي انا عندي عروض وعندي حاجات آه. عندي باب مسرحيه آه اسمها منعرجات وتكون جاهزه ان شاء الله آه دي اكتوبر كيك حاجك هو ما شاء الله شهر هذايا سبتمبر جاء زاخر برشا حاجات متحف باردو رجع معناها تحل للزوار جربه تصنفت معناها في معناها ولات تابعة التراث اليونسكو تبع منظمة معناها ترشحت منظمة اليونسكو رشحتها معناتها داخلة التراث تراث العالمي, فما فيلم زيدا جديد تعمل ااا أه نتاع سي نادر وحده. أه معناها فما دريم سيتي أو سي. أه بدات حتى ل 8 أكتوبر معناها تقعد وقريب بيان سيور رحنا على أبواب مهرجان أيام قرطاج السينمائية وبعد تجي المسرحية بطبيعة الحال. لا وقبل ثم يعني مهرجان الوطني للمسرح. أي. اللي بشد من 7 نوفمبر حتى ل 12 نوفمبر. 12 نوفمبر 7 نوفمبر هو ذكر الخطاب نتاع بورقيبه عام 62 على سبتمبر م. اكتوبر نوفمبر, نوفمبر. تبارك الله معناها زاخر بال بالنشاطات الثقافيه يعطيكم يعني الصحه مره اخرى زوز انا عشان. ما بقالي كان نقول لكم ان شاء الله استمتعتوا بالحلقه الليله نعود نقول لكم مولدكم مبروك التوانسة الكل واشقائنا زاده في في العالم الكل المسلمين الكل نقول لكم مولدكم مبروك ونقول لكم تصبحوا على خير <applause>